بعد انقطاع دام نحو 7 أشهر متواصلة، تدخل المرحلة الأولى من أداء العمرة حيز التنفيذ وسط العديد من الإجراءات الصحية المشددة لعدم وصول فيروس كورونا إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة. يعني التجربة كانت الحمد لله، يعني ما توقعت التنظيم ده اللي شفته. خشيت الحرم ما شاء الله التنظيمات لا يعلى عليها، وديت العمرة بيسر وسهولة. اللهم لك الحمد. والله هذا الحمد لله فضل من الله، فضل كبير. التنظيم كويس وما في زحام، يعني كل واحد يمشي في المسار حقه اللي حدده من 1 إلى 9، والحمد لله كلها تمام، والصفا تمام والمروة تمام وكلها. وضعت الجهات المعنية في الحكومة السعودية عددا من الإرشادات التي تسهل للراغبين أداء العمرة أو الزيارة من تطبيق اعتمرنا، وهو الخطوة الأولى التي يجب على المعتمر اتباعها. بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية وخطط مدروسة تضمن صحة وسلامة قاصدي بيت الله الحرام بشكل عام والمعتمرين بشكل خاص، من خلال وضع نقاط فرز بصري على مداخل المنطقة المركزية وكذلك المسجد الحرام، وأيضا الوقوف على جاهزية المستشفيات في المنطقة المركزية، وكذلك هناك مراكز صحية داخل أروقة الحرم، الغرض منها التعامل مع حالات الطارئة فيما لا قدر الله كانت هناك حالات طارئة. الإعلان عن عودة العمرة من قبل الحكومة السعودية كان بمثابة التأكيد على سيطرتها على هذا الوباء الذي غير من مجريات الحياة في العالم. بداية المرحلة الأولى من عودة العمرة تدخل حيز التنفيذ وسط إجراءات صحية ووقائية مشددة وضعتها الحكومة السعودية لعدم وصول فيروس كورونا إلى الحرمين الشريفين. عبد الله يحيى، سكاي نيوز عربية، مكة المكرمة.